خمسة دقايق بالظبط اهي اهي اهي. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. شفتوا يا جماعة السحبة والغمزة دي بقى النتال على حق بقى. دي السمكة اللي ايه خلصت بخ ما تخرجت ليف وجعان. بصوا يا جماعة لتاني مرة اهو. بصوا يا اسلام تعالى كده قرب معلش. بصوا يا جماعة البق، بصوا عشان اللي بنشرحه اهو. شوف البق، السمكة مشفشفها، البق دايب اهو البق دايب. يلا يومكم زي العسل ان شاء الله. يلا اسلام بسم الله. الوقفه معايا النهارده يا جماعه. اسلام لسه بقى الليل بتاعك يا اسلام. سمكه حلوه ما شاء الله. هات الغمزه دي يا اسلام كده. ها هوبا راحت. شفتها؟ انا صبرتش عليها. يلا ها تابعونا يا جماعة. شفتوا الغمزة؟ شفتوا السمكة؟ السمك بيشفشف يا جماعة، بياكل بحرص عشان اللي يطلع يعرف الدنيا ماشية ازاي، بالذات الغلة يعني. فاللي يشوف الكلمتين دول يا جماعة يا ريت تشوف الفيديو من أوله لآخره، والله هيستفاد. اللي بادئ في الغلة هيستفاد، واللي بحابب يطلع اليومين دول هيعرف الدنيا فيها ايه. يلا تابعونا. الغلة يا جماعة بسم الله ما شاء الله، دي أحسن حتة من ساعة ما قعدنا يعني. الغلة وكلها سبحان الله فيها اللون الأحمر أهو، بس بدأ يختفي. في اللي بدأ يختفي وفي اللي لسه يعني. ديت خلاص تاكل دي عادي. يلا يومكم زي العسل إن شاء الله. الغلة ومتعة الغلة. برضه يا جماعه بالغله وبالطعم، وانا عندي امل كبير ربنا يسهل والغله تاكل معانا في نفس المكان يا جماعه اللي هو صرف المزارع اللي ما بين ارض السمك. فربنا يسهل ان شاء الله. انا طبعا الماده الحمراء يا جماعه اللي وعدتكم بيها هي مش هنزل، لان كل مره مش هنزل الوصفه بتاعها الا لما نجربها ونتاكد، لان كل مره بزود حاجه، كل مره بكتشف مشكله وبزود حاجه ثانيه. فربنا يسهل ان شاء الله قريب قوي يا جماعه هنزل لكم خلطه واعرفكم الدنيا فيها ايه. ربنا يسهل ويقدم لي في الخير ونعمل لكم فيديو حلو ويمتعكم. تحياتي لحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه قرب عيد الاضحى مبارك، ربنا يعيد علينا يا رب الخير واليمن والبركات وحياتي للجميع. وتابعونا. المادة الحمراء
تمس. هو ده اللي هو يا جدعان مباشر اهو. السمك كله زي ما انتم شايفين كده كله بيتكاثر وخارج يا جماعه من التكاثر، فعشان كده السمكه يعني هي بدات تخف، يعني بدات لونها يخف شويه اهوت، بس بتاكل بحرص شويه وبخوف. يلا تمام ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. والحته بالغله يا جماعه اهي، يا مسهل الحال يا رب. اول حته بالغله يا جماعه، الغله في ايدي اهي، يا مسهل الحال يا رب. تابعونا. بسم الله ما شاء الله. الغله يا جماعه حركت الغله. تاني حته على الغله اهي، الغله اهي، حبيت الغله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. تاني حته على الغله بدات تتحرك اهي، يا مسهل الحال. ما شاء الله. يلا تابعونا يا جماعة. تحسينا غمزة طعم الحمرا بتغمس. شوف تحسينا غمزة طعم. شوفوا يا جماعة، شفتوا صاحبة الغلة يعني مختلفة شوية، يعني احنا اول الموسم صاحبة الغلة مختلفة شوية، يعني بصوا مواكلة ايه، بس ما بتاخدش على طول وتنزل، يعني خفيفة وكده، بس بتخش وتنزل على طول، يعني بتاكل بدلع كده. يلا تمام. ادرو اسلام. هي جت لسه بلعت اسلام. يلا يا جماعة، سمك ما جتش لسه بلعت اسلام، قال لي اضرب مستعجلني، جت وقعت على رجلي عشان لنا ريز. طعم برضه شغال اهو يا جماعه مع اسلام، غلا ما مشيتش معاه اشتغل طعم ما شاء الله، حتى حلو. يلا تابعونا. غلا اسلام اهو يا جماعه، حته صغيره اهي منور سلوم. شايفين يا جماعه غمزه الغله، اللي يشوفها يفكرنا بنصب طعم والله، يعني يشوف الغمزه يفكر ان احنا شغالين طعم الغله. ايه والله اهي، استنى الحبايه اهي والاثنين التانيين اهم، هاتهم يا اسلام، لان بصراحه اللي يشوف الغمزه دي ايوه شاف شاف استحاله يقول ديت دي غمزه طعم بتاع غله. السمكه لسه في بداية الموسم مش عارف الموسم هيبدأ امتى، بس تغيير الجو يا جماعة، تغيير الجو في مصر اللي السنة دي عامل قلبان يعني، فسيبكم من الشهور بقى، وقت ما تاكل يبقى كده موسم اشتغل. يلا تابعوا. السلام عليكم. ده كرام. شفتوا يا جماعة، هو الغمزة على المباشر، يعني ها هي دي السحبة الوحيدة اللي تبقى حلوة في الوقت يعني. دكر. ان شاء الله يا جماعه الغله اهوت برضه، والله بطلعها انقلها لقيت السمكه فيها ورا الثانيه على طول اللي انت شفته. بسم الله ما شاء الله، الغله برضه واكله يعني مش مشفشفه ولا حاجه. اضرب 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 يا مساح. الله جوازي اهو، جوازي بالغله يا جدعان، بيقولوا لسه الموسم ما اشتغلش. هي واحده نزلت على الارض والثانيه ايه، غله وحلاوه الغله. يلا تابعونا. شفتوا الغمزه بتعمل ايه؟ لكن انا شغالين طعم والله. غمزه غريبه الشكل والله، غمزه غريبه بالشكل ده. يلا تابعونا. الغل
جماعة. زي الفل ان شاء الله. غمزه من اولها عامله ازاي؟ والله اكننا بنصطاد بطعم، والاخر تجيبها بدل ما تاخدها وتسحب على جوه بتخش على البر. يلا تابعونا. الله اكبر. ما تشنكليش الله يصلح حالك بقى. بوظت الدنيا. غلة يا جماعة برضه. اهو الغلة اهي. بطن السمك عاملة ازاي؟ ما شاء الله. الغلة اهي. يلا تمام. جماعة هي تسلم راح يجيب الأكل من العربية، ما عرفتش أصورها معلش على الغلة برضه، بس شنكلت العود التاني. سحبة السمك النهاردة حاجة غريبة بس السمكة حلوة. يلا تابعونا. اه يا جماعة احنا بنتغدى. طبعا الرزق ملوش ميعاد. الغلة برضو حلاوة الغلة يا جماعة. يا دوبك بنتغدى ولقيت الغماز نزل. يلا نهارنا زي العسل ان شاء الله. تابعونا. بيت الشيء الجميل. اهو يا جماعه احنا بنعمل الشاي صغيره بس حلو. يلا تابعوا. اهو يا جماعه وختموا مسك المغرب دخل علينا. عشان الفيديو ما يبقاش طويل هنعمل فيديو النهارده لوحده باذن الله. باذن الله انتظروا فيديو بالليل هيبقى مفاجاه ان شاء الله رب العالمين. تعال برضو نرك سمكتين عشان المصداقيه. تعالوا يا جماعه. اهو يا جماعه السمكتين ربنا رزق بيهم من قبل العصر بشويه. طبعا غله يا جماعه، مش هنقول بقى غله وطعم. هما في سمكتين بالطعم اللي اسلام جايبهم، والباقي ده غله. بسم الله ما شاء الله. اهو بيننا اسلام. هما شريتين اللي بالطعم اللي جبته ان شاء الله. يلا في نهايه الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله. استنوا يا جماعه فيديو بالليل ان شاء الله هيبقى فيديو محترم محترم محترم. ودعواتكم لينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.